صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا فسنت، وصباح الخير عليك وصباح الفل على حضراتكم كلكم، كل سنة وانت طيبين. ربما الشهر الكريم بدأ ودخلنا فيه بشكل قوي، وكل الناس بدأت تتفاعل وتتعامل مع يعني إيقاع هذا الشهر الكريم. شهر رمضان بيسموه أسماء كتير جدا، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، أسماء دينية ربما كلنا نعلمها جيدا ونحفظها عن ظهر قلب، ولكن بالتأكيد في صفات هذا الشهر بيغرسها داخل الإنسان، بيؤثر على النفس البشرية، بيهذبها، بيوصل لمرحلة من مراحل إن هو يعني يخليك تكتسب صفات إيجابية تختلف عن الصفات أو التعاملات اللي كانت ما قبل هذا الشهر الكريم. لو أنت ما استفدتش من الدروس الخاصة بشهر رمضان أو ما طلعتش منه فايدة، يبقى ملوش أي لازمة يعني أن أنت يعني تعمل حاجة. لا، خليك أنت متفاعل وتعامل مع هذا الشهر الكريم علشان توصل للمرحلة اللي احنا نكتسب منها صفات إيجابية. سؤالنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك: إيه هي أكتر صفة إيجابية تحب تكتسبها من شهر رمضان؟ بالتأكيد في صفات إيجابية كتير بتحب تكتسبها، وأكيد أنت يا فسنت نفس الكلام. إيه هي أكتر صفة إيجابية حابة تخرجي بيها من شهر رمضان؟ بص، بحس شهر رمضان هو شهر اختبار حقيقي لإرادة الإنسان. يعني أنت أيا كان اللي أنت محتاج تعمله أو تكتسبه من صفات حسنة تقترب منها إلى الله أكتر، هي دي الإرادة الأكبر ليك. أنا يمكن شوية مش صبورة، ما عنديش صبر، فيمكن الصفة اللي أحب أكتسبها هي الصبر. والصبر هنا أنا بقصد بيه أن أنا يبقى عندي صبر على حاجات كتيرة قوي يمكن بتحصل لنا في يومنا، سواء ساعات كتيرة بنقول عليها ابتلاءات حتى لو بسيطة يعني، لكن في يومنا بنمر بحاجات كتيرة جدا وبيبقاش عندنا صبر ليها، أو خلقنا ساعات بيبقى ضيق. شهر رمضان من الحاجات الحلوة فيه أنه بتخليك عندك سعة صدر أكتر. بمعنى أنت مثلا لو ماشي في الشارع وشفت حاجة ما عجبتكش أو حد ضايقك بأي كان إيه هو، في العادي أنت ممكن تتعصب ممكن تتنرفز، لكن في شهر رمضان هتقول اللهم إني صائم وهتبقى من القادمين الغيظ. لو أنت في أي كان بقى، في خارج مع صحابك حاجة ضايقتك، في العادي هتتفاعل، لكن في شهر رمضان أنت مش هتبقى بتعمل ده، لأن أنت دماغك بتبقى مشغولة بحاجات تانية، منها أنك تقترب إلى الله أكتر، أنك ما تفقدش صيامك، لأن الصيام هو درجات برضو على فكرة. يعني أنت ممكن تصوم عن الأكل والشرب لكن تعمل حاجات تانية كتير، فصيامك يبقى يدوب بس مكتوب عند ربنا انك صمت عن الاكل والشرب بس، لكن ما خدتش الدرجات زي ما بيقولوا الدرجات النهائيه، زي ما بنحاول نعمل في امتحاناتنا. شهر رمضان هو التحدي الاكبر لاي انسان في ارادته، زي ما مصطفى كان بيقول: اوله رحمه، اوسطه مغفره، واخره عتق من النار. ويمكن ده اللي احنا بنحاول نوصل له دايما في شهر رمضان، ان احنا نبقى مركزين على التقرب من الله اكتر من خلال العبادات، التصدق، الصلاه، مش بس في ميعادها لكن كمان زياده الصلوات، فاذا كان التراويح أو التهجد، نعمل كل الأعمال الخيرة.
في الحقيقة أنا من الناس اللي يمكن كسبت صفة حلوة قوي من كذا رمضان فات، وهو التصدق. أنا كملت بيها، ودي حاجة من أكتر الحاجات اللي غيرت لي حياتي. برضو عندي من الصفات اللي أنا عايزة أكمل بيها أكتر هي الدعاء، لأن أنا بستفيد بدعائي في شهر رمضان، وسبحان الله ما فيش مرة دعيت ربنا غير لما استجاب لي اللي أنا عايزاه، حتى لو كان بالنسبة لي ده حلم مستحيل. لكن شهر رمضان لما بدعي من قلبي وبسجد وبعيط، ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب. ويمكن دي من الصفات اللي احب اكمل بيها اكتر. في صفات كتيره جدا انسانيه وبشريه نحب ان احنا نكمل بيها. وخلوني اسال مصطفى، ايه هي الصفه يا مصطفى اللي انت تحب تكتسبها او تكمل بيها من شهر رمضان؟ عارفه المشهد اللي هو وقت الفطار، الشباب الجميل اللي بيقعد يوزع تمر او عصاير او وجبات حتى صغيرة أو حتى موائد رحمن. أنا نفسي هذا المشهد يستمر، فكرة التكافل الاجتماعي اللي موجودة. والله 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 الموضوع ده لو حصل ما هيبقى فيك حد جعان يا مصر. الخير اللي الناس بتعمله في طب ما أنتوا قادرين أهو. يعني عارفة، وهي عجلة. دايما الناس بتقول ان احنا في رمضان بندوس بنزين اكتر طبعا. يعني حلو ان احنا وزي ما انت قلت، يعني جميل ان احنا نشوف ده. احنا بنشوف مش بس مائدة الرحمن، يعني كان عندنا فكرة مائدة الرحمن زمان، النهارده احنا شايفين شباب زي الفل ينزلوا مطابخ ويعملوا وجبات ويوزعوها لابعد مناطق في المحافظات اللي هم فيها. منظر جميل جدا. انا هسألك سؤال، هو ما فيش هدر في الحاجات اللي بتحصل كل يوم دي؟ ما اعرفش، مؤكد فيها؟ لا لا لا، يعني انت النهارده موائد الرحمن لو دخلتيها كلها هتبقى مليانه. اكيد في هدر، اكيد في حاجه بتروح لليوم التاني، اكيد في حاجه. أيوة ممكن أكيد. طب ليه ده ما يتوزعش بشكل تاني؟ ليه ما يبقاش ده بشكل مستمر وطول السنه في حاجه زي كده؟ مش بقول ان كل الناس تعمل ده بشكل دائم، ولكن يبقى فكره التكافل الاجتماعي او فعل الخير موجوده فينا كمصريين، ما تبقاش سيزون. يعني احنا دايما بنيجي عند شهر رمضان وزي ما قالت بسنت كده بندوس بنزين تقربا الى الله، وعشان يبقى في ثواب اكتر، وعشان يبقى في ده زي ما بيسموه كده موسم. لكن ليه دايما ما يبقاش كل شهور السنه مواسم؟ ليه ما نقدرش طول السنه نعمل خير وناكل الفقراء؟ واعتقد ان كمان محتاجين يعني الايام دي بالذات نعزز الفكرة دي. حقيقي بتفق معي. يعني الأيام دي بالذات نعزز الفكرة دي، إن في ناس كتير جدا ربما تتعفف كمان حتى من السؤال لو جه هذا الأمر على شكل هدية. وما أكترهم يعني. وما أكترهم. ولو جه هذا الأمر على شكل هدية، على شكل اللي هو إيه، اتفضل كوباية العصير، كوب التمر، الحاجات الجميلة، اللقطات اللطيفة اللي بتحصل دي. ما أعتقدش إنك هتكسر حياءه وفي نفس الوقت هتكسب الثواب. طب أنت دي صفة تحب تشوفها على صعيد المجتمع لو بنتكلم عنك أنت كشخص؟ والله الحاجة. أنا متفق معاك جدا، فكرة الصبر، الإرادة، ضبط النفس، اللي هو الصبر أنواع. أنت بتصبر على الجوع، بتصبر على العطش، بتصبر على اللي بيزمر لك وبيستفزك علشان يكسر عليك يمين أو يكسر عليك شمال، السلوكيات الوحشة. بتصبر على الناس اللي بتتنرفز علشان ما تفقدش صيامك. وفي النهاية بقى عندك هدف، الهدف هو إيه؟ اللهم إني صائم مش عايز أفقد صيامي. لو إحنا هذبنا نفسنا زي ما بيقولوا وقدرنا إن إحنا نخرج برضو من الشهر الكريم بالشكل ده، ده ما فيش يعني دايما في الكليات العسكريه والحر يقول لك ايه، ضبط النفس. عارف الجمله دي جمله مشهوره جدا، ان انت ما تفقدش اعصابك، ما تفقدش اعصابك، ما تفقدش اعصابك. تقدروا تعملوا ده طول السنه؟ تقدروا؟ ده موضوع صعب على فكره. صعب جدا طبعا. صعب، مش سهل، صعب، مش سهل جداً. ابدا يعني. لكن هي من الصفات اللي هتبقى يعني خلينا نقول احلى صفه ممكن الانسان يكتسبها، هو انه يعدل من نفسه على قد ما يقدر في صفه هو عارف ان الصفه دي فيها مشكله فيه. فزي ما احنا بنبتدي مثلا كل سنه بحاجه ايجابيه، بنبتدي شهر رمضان الكريم برضو بصفه ايجابيه نكتسبها منه. والاحلى حاجه في الموضوع انك ممكن تدعي ربنا انه يعينك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعين انه نفضل نعمل الصفات دي بقيه السنه. ايه اكتر صفه ايجابيه تحب تكتسبها من شهر رمضان؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة وندردش فيها مع بعض ونشوف صفات حضراتكم إيه اللي حابين تغيروها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وبنصبح على حضراتكم. صباح الخير. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونروح نتعرف منها على أحوال وأخبار المرور في القاهرة العاصمة وباقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا فسان. صباح الخير يا مصطفى.
يعني خلينا نسألك سؤال الحلقة قبل ما تبتدي يا هلا، وطمنينا على أحوال المرور، إيه أكتر صفة تحبي تكتسبيها من شهر رمضان؟ بصوا أنا كنت سامعاكم وأنتوا بتتكلموا في أول الحلقة، وبتهيألي إن أنا متفقة معاكم إن يعني ضبط النفس والصبر ده من أهم الحاجات اللي يمكن كلنا بنحاول تستمر معانا بقية السنة، فبالذات بمناسبة المرور بمناسبة إن إحنا هنقول المرور دلوقتي، السواقة أحياناً بتبقى مرهقة جداً، وخصوصاً لو في أوقات زحمة وذروة، يعني ممكن حد قبل الفطار عليك دي. قبل الفطار ناس بتلاقي حد موتوسيكل بتوع الدليفري، أي حد ممكن تلاقي نفسك أنت توترت، فلا يعني نحاول قد ما نقدر. أنا بحاول إن أنا يعني أمسك نفسي كده، ما تعصبش ما تضايقش، خليني هادية شوية، دي حاجة. والحاجة التانية إن أنا أحاول أحافظ على مواعيدي شوية، يمكن أنا في رمضان ملتزمة في المواعيد في العموم، أنا طبعاً بحاول أبقى على قد ما أقدر ملتزمة بمواعيدي، بس في رمضان تحديداً نظراً لطبيعة اليوم وإن مفيش مجال، صح يعني اليوم بتلاقيه خلص أصلاً، مفيش مجال جداً. يعني أنت لو معزوم عند حد على الفطار لازم تروح على الميعاد الأذان أو قبل الأذان بخمس دقايق، لو أنت مثلاً رايح عامل حسابك إنه بعد الفطار بتبقى اللي هو بعد صلاة التراويح، لأنه مفيش مجال. فهما دول بالنسبة لي الحاجتين اللي بحاول أعملهم طول السنة مش في رمضان. هما دول أهم حاجتين، يمكن مواعيد والصبر، دول في السواقة يا فسنت. أيوة. في السواقة والله بحس بيكي صدقيني، أنا ما عنديش خالص خلق للسواقة تماما، بحاول على العموم. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس بدأت تنزل. هنبدأ من الكورنيش، هناك هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية بسيطة لغاية غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. شاهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات. كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين طبعا في الوقت دوت، هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لغاية كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات على كورنيش النيل بدأت تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، ودي طبعا كثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات. أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية، ناخد بالنا ان كوبري 15 مايو بتظهر عليه بعض الكثافات اعلى منطقه الزمالك بسبب اعمال توسعه الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد. وفي محافظه الجيزه بيشهد شارع الهرم كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، كمان ظهرت بعض الكثافات الاخرى في شارع السودان لغايه جامعه القاهره وميدان النهضه وصولا لمناطق بولاق وامبابه. اما محور صفت اللبن ففي كثافات مروريه بتزيد في الاتجاه الى جامعه القاهره. لو روحنا لشارع الهرم لشارع فيصل، فبيشهد هناك شارع فيصل بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو لو ناخد بالنا في كثافات للقادم من أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فبرضو ناخد بالنا أن في تحويلة مرورية من المحور إلى محور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة أخرى للمحور. طريق الدائري للقادم من أكتوبر مغلق والاتجاه إجباري إلى نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو ومحور رود الفرج. نروح بقى لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات والكثافات، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور طبعا أي زحام مروري للمركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما بالنسبة لمنطقة الدلتا ونستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان اللي يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل إن هو ياخد محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد في شبرا الخيمة.
ونكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد. هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة كثافات المعتادة في الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طريق طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية وهنرجع تاني لفسانت ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هلا. شكرا. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعاده الاول خلونا نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه تطوير منظومه الصحه في مصر. وخلال الاجتماع وجه سيادته بمواصله الجهود الجاريه لتحسين اتاحه وجود الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين. صحيح، امبارح ايضا مجلس الوزراء وافق على تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية. أما البابا توادروس فقد استقبل وفد من الاتحاد الأوروبي من أجل بحث وتوطيد العلاقات المشتركة. تفاصيل وأخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير القادم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وقال إنه ملف الصحة بيحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة وبيحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية اللي بتواجهه بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد. وخلال الاجتماع تم التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد بيصل لثلاث سنوات، والتكلفة التقديرية للبرنامج في عامه المالي الأول بتتراوح من 28 ل 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو المقبل. امبارح استقبل قداسة البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مارغريتيس سيكيناس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق لهما. من جهته أشاد السيد مارغريتيس سيكيناس بدور مصر المحوري وإنها شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، واستفسر من قداسة البابا عن حرية الأديان ووضع المسيحيين في مصر. وقال قداسة البابا خلال اللقاء إن الكنيسة القبطية هي أقدم كنيسة في الشرق الأوسط، وإن مدينة الإسكندرية هي أول مدينة قبلت الإيمان المسيحي في قارة إفريقيا. امبارح استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، استعرض أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، وحيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطار استرشادي لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات في ضوء المعايير الدولية. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها طرح خضروات وفاكهة بأسعار مختلفة ومخفضة للمواطنين في محافظة الوادي الجديد، وكان منها أيضا تجهيز 2100 وجبة إفطار يوميا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج. معنا كمان يا مصطفى في محافظة بورسعيد أنه تم إجراء 110 ألف عملية جراحية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي، وكمان افتتاح معرض ماراثون الإبداع بجامعة العريش في شمال سيناء، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها توفير خضروات وفاكهة طازجة للبيع بسعر التكلفة بمقر مديرية الزراعة لرفع المعاناة عن المواطنين وخفض أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان المبارك. في أسوان تم تنظيم 111 جلسة دوار للتوعية المجتمعية، وده بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية،
استهدفت الجلسات توعية 5570 مواطن داخل 28 قرية ونجع بمركز إدفو، ده بالإضافة ل 12 قرية ونجع آخرين بمركز كومومبو. في سوهاج تم تنظيم فعاليات موائد فرحة رمضان بإجمالي 2100 وجبة إفطار يومياً، وده في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. في بورسعيد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم إجراء أكثر من 110 ألف عملية وتدخل جراحي ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أحدث التقنيات وطبقاً للبروتوكولات العلاجية المحدثة عالمياً. في شمال سيناء افتتحت جامعة العريش المعرض الدائم لماراثون الإبداع تحت عنوان أميرات عالم ديزني، وقام بتنفيذه مركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة. شمل المعرض مشروعات طلابية متعددة التخصصات بالإضافة لمجموعة من الأنشطة للأطفال الأسوياء وأخرى لذوي الهمم. في المنوفية أعلنت مديرية الصحة بدء التشغيل التجريبي للتسجيل اللحظي لميكانة التطعيمات في جميع الوحدات الصحية والمراكز الصحية ومكاتب الصحة، وتم التأكد من تنظيم الغرفة بما يتوافق مع خط سير العملية التطعيمية. في الشرقية أكدت الإدارة المركزية للموارد المائية والري إنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل 3750 كيلومتر بترعة الصبابة بزمام هندسة ري هيهية من إجمالي طول 4 كيلومتر، وده لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 87%. وجري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخول الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد. في كفر الشيخ تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتم استهداف توقيع الكشف الطبي على 109 مريض في مختلف التخصصات. في الغربية تم تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بالمحافظة ومدى توفرها بالأسواق، وتم تنفيذ 1371 حملة تفتيشية على 6601 منشأة وسوق ومنفذ بيع السلع بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن 12431 مخالفة. نرجع مرة ثانية لحضراتكم، ما زال الحديث مستمر حوالين الصفات اللي الواحد مفروض يكتسبها أو بيحلم إن هو يخرج بيها من الشهر الكريم. إيه هي الصفة اللي تحب تخرج بيها من شهر رمضان؟ ده سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. إجابات حضراتكم جميلة وربما كلها ليها علاقة بالكلام اللي اتكلمنا فيه في البداية. الأستاذ إسماعيل خلف في أول التعليقات ربما بيتفق معنا في الكلام اللي قلناه وبيقول صفة الصبر اللي أحب أخرج بيها من شهر رمضان. طبعا الصبر يعني هو أهم حاجة لو قدرنا نخرج بيها. يا ريت. أستاذ أحمد عمر بيقول القرآن الكريم. يمكن إحنا للأسف بنهجر القرآن بقية السنة، بنقرأ منه بسيط، لكن في شهر رمضان بنبقى عايزين ندوس بنزين ونختم القرآن أكتر يمكن من ختمة، فبنتمنى إن إحنا نقدر نعمل ده بقية الشهور. صحيح. حمادة البهنساوي بيقول الصلاة ثم الصلاة، نفس الكلام اللي أنت قلتيه. الناس كلها ربما بتصلي بس في شهر رمضان وبقية السنة ربما تقطع وتهجر الصلاة، فليه ما يبقاش ده هو نفس الإيقاع يعني. أستاذ هادي بادي بيقول صلاة التراويح، صلاة التراويح في رمضان بس ما فيهاش، مش هينفع نكمل بيها. أي العمدة عماد أبو حجاب بيقول العفو والمغفرة وأن ربنا يتقبل مننا الصيام والقيام وقراءة القرآن. حقيقي يعني العفو والمغفرة دي، أن الواحد يبقى عنده القدرة البشرية أنه يقدر يعفو عن، يعني العفو عند المقدرة فعلا دي مهمة جدا. صحيح. أستاذ علي العميري بيقول القرآن الكريم وصلاة التراويح والبعد عن المسلسلات وصباح الخير يا مصر رمضان كريم. والله يعني أنا هقول لك على حاجة يا أستاذ علي، في رمضان احنا بنعمل اللي علينا اللي نقدر عليه ان احنا فعلا نعمل العبادات كلها، لكن انت بتبقى وقت الفطار كده عايز تتفرج لك على مسلسل، يعني اكيد مش هتبقى متابع كذا مسلسل في نفس الوقت، لكن ما يضرش يعني. وبعدين ما في مسلسلات جميلة زي الإمام الشافعي، في مسلسلات تاريخية وفي وجبات مختلفة. الحمد لله يعني إيه رمضان أفضل للسنة دي من سنوات كتير جدا. عبد الحكيم الحايس بيقول صباح الخير عليكم، ده اللي ربما كنت بتكلم فيه معاكي في المقدمة. أجمل صفة في رمضان رغم الظروف الاقتصادية هي توزيع الأكل بالمجان في جميع محافظات مصر تنفيذا لمبادرة كتف في كتف. الخير يفضل يكبر ويلف، والشعب المصري أبهر شعوب العالم بتقديم المساعدات الخيرية. أتمنى مرة تانية
ان ده يستمر بعد شهر رمضان. في ناس بتتعفف من السؤال رغم الظروف الاقتصادية، انك وقت الفطار بتدي تمرة او بتدي عصير، انت ما بتقولش انت محتاج، انا بكرم من غير حاجة. في ناس بتعمل ده وقت الفطار، ليه ده ما يبقاش طول السنة بأشكال مختلفة؟ طبعا عارف ده فايدة الصدقة، ان بيقولك دايما الأجر اللي ينزل يدور على اللي محتاج. أيوة. غير اللي بيدي اللي أول واحد يشوفه قدامه. طبعا ربنا يجعلنا من الناس دي يا رب. أستاذ محمد رحمي بيقول قراءة القرآن والتحلي بالأخلاق الحميدة والصبر، يعني أكيد يعني دي من الصفات اللي بنتمنى كلنا ان احنا نكمل بيها. آخر تعليق الأستاذ علاء أبو زيد، صباح الخير عليكم، الصبر وحب العطاء والإخلاص، ودي من الصفات اللي يحب يخرج بيها الأستاذ علاء من شهر رمضان. مستنين إجابتكم ندردش فيها نتكلم فيها. سؤالنا النهاردة، إيه هي الصفة اللي تحب تخرج بيها من شهر رمضان الكريم؟ اكتبها وحندردش فيها وحنقولها، ورب كلنا نخرج بهذه الصفات من خلال هذا الشهر. آمين يا رب. خلونا نروح لفصل سريع ونرجع من بعد نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية ونشرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا يعني بكم. أنا وبسنت قديم الثانيين الصيف بحر من الجمر، طمنينا على أحوال الطقس لأنه بدأ الطقس يميل إلى الدفء قليلا، يعني زي ما حضرتك قلت لنا مبارح، بس لسه بالليل في قليل من البرودة، فطمنينا على الطقس بالتفصيل يا دكتورة منار. عشان طبعا التذبذب الكبير في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، النصيحة اللي بنقولها قبل ما نبدأ النشرة الجوية ان احنا لازم ما ننخدعش بالدفء فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لان لسه في انخفاضات في درجات الحرارة يمكن نلاحظها كمان نهاية هذا الاسبوع. لكن اليوم ان شاء الله هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الاحوال الجوية، هيأثر علينا امتداد مرتفع جوي موجود على سطح الارض، وبالاضافة كمان وجود امتداد مرتفع منخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتخلي في استقرار وتحسن في الاحوال الجويه، هنلاحظ زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، والعظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع تكون 23 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء الربيعيه المائله للدفء خلال فتره النهار على اغلب محافظات شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشماليه الوجه البحري القاهره الكبرى، اجواء مائله للحراره على جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون خلال فتره النهار. لكن خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل ملحوظ، بيبقى في فرق بالبروده صحيح بالفعل، وبيبقى في فرق بين فتره النهار وفتره الليل كبير، والاجواء بتكون بارده على اغلب انحاء الجمهوريه خلال فتره الليل. دايما الظاهره الجويه بتبقى مؤثره معانا في الاستقرار في الاحوال الجويه هو طبعا تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن الحمد لله هي ما بتاثرش بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، يعني الكثافه بتاعتها مش كبيره، لكن اكيد لازم ناخد بالنا منها اثناء القياده فتره الصباح الباكر. متوقع معانا غدا يكون في ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحراره، مؤقت يعني هيكون يوم الثلاثاء فقط، هتكون العظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، لان بعض الكتل الهوائيه الجنوبيه هتاثر علينا، فهنحس بالاجواء المائله للحراره خلال فتره النهار في المناطق الشمالية حرة في المناطق الجنوبية. لكن اللي احنا هنأكد عليه ان فترات الليل هيكون فيها انخفاض مع يوم الاربع، مرة اخرى درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ، لان احنا متوقعين مع نهاية الاسبوع توصل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية فترة النهار، 12 درجة مئوية خلال فترات الليل. فعشان كده بننوه من الاول بلاش الانخداع بفترات الدفء فترة النهار وتغيير نوعية الملابس. الملابس الصيفية مش هتكون دلوقتي خالص، فترات النهار ممكن نرتدي الملابس الخريفيه، لكن فترات الليل اللي بناكد عليه تمام.
بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 23-14، الإسكندرية 21-13، والعلمين الجديدة 20-14، مطروح 20-14، دمياط 23-14، بورسعيد أيضا 23-14، الإسماعيلية 24-14. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13، والعريش العظمى 22 والصغرى 13، كاترين العظمى 17 والصغرى 4، ولكن في طابة العظمى 20 والصغرى 14، حلايب 26-16، شلاتين 27-17، شرم الشيخ 27-15، والغردقة 26-15. في الفيوم العظمى 24 والصغرى 12، بني سويف 24-12، الوادي الجديد 28-12، وأسيوط 26-12، سوهاج 27-13، وقنا 26-15، الأقصر درجة الحرارة العظمى فيها 28 والصغرى 15، أما أسوان فالعظمى 29 والصغرى 16. انتهت نشرتنا الجوية بالتفصيل، ودلوقتي هنرجع تاني لمصطفى وبسنت ونستكمل مع بعض باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا، بنشكرك. دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أيضا أهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار الجولة الثانية من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو. وعندنا أيضا متابعة لماتشات الجولة الرابعة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية. المدارس دي بتعتمد على مرتكزات أساسية بتشمل منظومة تطبق المعايير الدولية ومناهج دراسية قائمة على الجدارات وفق نظام تقييم بيشمل الطالب والمعلم، لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي مع تأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع منتخب أيرلندا الساعة 9:15 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب هولندا مع منتخب جبل طارق. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، من أهمها لقاء منتخب الجزائر مع منتخب النيجر الساعة 6 بالليل، ولقاء منتخب غينيا مع منتخب إثيوبيا الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب السودان مع منتخب الجابون. وجبة رمضانية دسمة من المسلسلات اللي فيها أحداث وتفاصيل كتيرة جدا، خلونا نعرف موجز لهذه الأحداث من هالة وتطمنا كده إيه اللي حصل امبارح. صحيح يا فسنت مصطفى، احنا كنا لسه بنتكلم على السباق الرمضاني والوجبات الدسمه من المسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها، ولكن يمكن لسه الناس ما تعرفش ان في مسلسلات جاري تصويرها حاليا، ولكن لا زالت هنعرف بالتفصيل موجز اهم اخبار الفنيه واخر تفاصيل مسلسلات رمضان. بنبدأ نشرتنا الفنية مع النجمة نيلي كريم اللي قالت إنها لما قرت سيناريو مسلسل عملة نادرة اندهشت من الأحداث واللهجة، خصوصاً إن الصعيد موجود فيه أكتر من لهجة، ولكل نجعة أو مدينة اللهجة الخاصة بيها. ولما عملت جلسات عمل مع المنتج جمال العدل والمؤلف جمال العدل وماندو طمنوها جداً من قصة اللهجة. ولسه مع الفنانة نيلي كريم اللي قربت تنتهي من تصوير مشاهدها الباقية من مسلسل عملة نادرة. نيلي في الوقت الحالي خلصت 80% من مشاهدها، بقى لها 7 أيام تصوير، وبكده تكون خلصت مسلسلها بالكامل. الفنان أحمد عيد قال إن مسلسل عملة نادرة عمل فني قيم ومختلف تماماً عن جميع العروض اللي تلقاها خلال الفترة الماضية. قال الفنان أحمد عيد في تصريحات لجريدة الدستور إن الشخصية اللي بيلعبها في المسلسل مختلفة عن كل ما قدمه سابقاً، لأنه بيظهر في دور شرير لم يشاهده الجمهور فيه من قبل، وبيأكد إن المختلف في هذا المسلسل هو ما دفعه لخوض التجربة اللي بيتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتشكل إضافة فنية حقيقية في مسيرته.
كمان الفنان طارق لطفي اتكلم عن دوره في مسلسل مذكرات زوج، وقال ان العمل قماشه ممكن تتحمل اكتر من 15 حلقه، لكننا فضلنا نقدم القصة بشكل معاصر وفي هدوء بدون تسرع، خصوصا ان الاعمال المكونة من 15 حلقة بتاخد وقت اقل ومجهود اقل، ده غير ان المسلسلات اللي زي دي ماشية مع التطور السريع في التكنولوجيا الرقمية وبتخاطب الاجيال اللي بتروح للمنصات. مسلسل الكتيبة 101 اتصدر ترند تويتر وتفاعل مع هاشتاج المسلسل 13,410,000 مغرد. تحليل البيانات على جوجل ترندز أكد أن محافظة شمال سيناء حققت أعلى المشاهدات للحلقة الثالثة من المسلسل، يليها محافظة أسوان. الفنانة الكبيرة هالة صدقي قالت أنها بتقدم شخصية الأم وصيفة في مسلسل جعفر العمدة بشكل مختلف، وده لأن الشخصية تلقائية ودمها خفيف وفي نفس الوقت قوية وبتستمد قوتها من زوجها الراحل. الفنانة هالة صدقي شايفة كمان أن ابنها اللي بيجسد شخصيته الفنان محمد رمضان هو امتداد الأب وبيمثل لها نقطة ضعف في حياتها. النجمة حنان مطاوع قالت إنها سعيدة جداً بمشاركتها في مسلسل سر الباتع في دور صفية، وقالت إن كواليس العمل كانت ممتعة جداً وفي نفس الوقت كانت متعبة جداً، وده لأنهم كانوا بيصوروا المشاهد في درجة برودة قاسية جداً من الساعة 5 الصبح. فنانة آية سماحة قالت إنها مبسوطة بمشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2023 في مسلسل الصفارة مع الفنان أحمد أمين. آية قالت إن مسلسل الصفارة عمل ممتع، خصوصا تنوع الشخصيات اللي بتقدمها واللي هتظهر في باقي الحلقات. الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة أنا قادر للنجم أحمد سعد قربت تتخطى حاجز 5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ولسه الأغنية محققة نسب مشاهدة كبيرة، خصوصا وإن العمل من المسلسلات المهمة المعروضة في السباق الرمضاني الحالي. أغنية أنا قادر غناها الفنان أحمد سعد وشارك فيها بالأداء الصوتي الشاعر هشام الجح ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع كوليكس بوي. خلصت نشرتنا الفنية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، عودة ليكم مرة تانية. شكرا ليكي يا هالة، ولسه مكملين يمكن في كلامنا عن المسلسلات الرمضانية، وخلونا نتكلم عن الحلقات الرابعة من مسلسلات رمضان اللي كانت كلها أحداث مشوقة سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية وكمان الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح يتابع معنا ملخص لأهم أحداث الحلقات الرابعة. صحيح، معنا النهاردة مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها مسلسل الكتيبة 101 ورسالة الإمام ومسلسل الكبير قوي الجزء السابع، مسلسل جعفر العمدة ومسلسل سر الباتع ومسلسل سوق الكانتو وغيره أيضا من المسلسلات اللي هنشوف ملخص ليها في سياق هذا التقرير. الحلقات الرابعة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 وجه في الحلقة الرابعة مشهد لمباراة كرة القدم بين مجموعة من الضباط في مدينة العريش لرفع روحهم المعنوية، ومن ناحية تانية ظهر آسر ياسين واللي بيقوم بدور الضابط خالد في المخابرات الحربية، وأكد إن المداهمات اللي بيقوم بها الجنود الأبطال بترفع من روحهم المعنوية على عكس المعتقد بأن العمليات دي بتساهم في خفض الروح المعنوية للجنود، وده بعد ما شافوا زمايلهم وهم بيقدموا أرواحهم فداء للوطن. بس انا اكتشفت حاجه تانيه بقى. ايه؟ حالك بقالك شهر ما نزلتش ولا يوم اجازه، البلد ما وحشتكش؟ والله وحشوني بس في شغل كتير لازم يتم. تمام يا فندم، بس الامور دلوقتي افضل الحمد لله، يومين اجازه مش هيفرقوا مع سيادتك في حاجه. انا لسه مكلم مراتي وقلت لها ما تعملش حسابها ان انا جاي قريب. خلاص خليها مفاجاه يا فندم. وشهدت الحلقه الرابعه من مسلسل رساله الامام ذهاب الامام الشافعي لشعيب بن الليث ابن سعد علشان ياخد منه مراسلاته مع الإمام مالك، لكن بيقول له إن المراسلات في قلوب الناس ومفيش مخطوطات أو كتب، وهنا أرد عليه الإمام الشافعي القلوب وحدها لا تكفي. شعيب، أريد أن أصل إلى أي شيء مدون من علم الإمام الليث وهو محفوظ. أي محفوظ في الصدور بأمر الله. الليث بن سعد ليس في بيته حرف مدون من علمه. وفي الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع
الكبير أحمد مكي وزوجته مربوحة رحمة أحمد. سمعوا كلام الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية وتنكروا في أزياء غريبة لتجديد حبهم. وأثناء جولتهم بالعربية وقفهم كمين، ووقتها الكبير ما كانش معاه أي إثبات شخصية فتم القبض عليهم. وفي مشهد تاني اتأكد فشل مشروع الجيم اللي عمله جوني، واتضح إن أجهزة الجيم اللي جابها هجرس محمد سلامة مسروقة. الكابتن بيقول إن الأجهزة دي مسروقة منه، بيتهمك إنك أنت اللي سرقت الأجهزة. إزاي يعني؟ كل الأجهزة دي بفلوسي. يعني أنا بكذب ولا بتبلع عليك؟ دي مشكلتك، يعني حلها مع نفسك، أنا مالي؟ أنت جاي تتبلع عليا؟ أنا في حد بعت لي صور الأجهزة دي على الفيسبوك، وأنا متأكد إن الأجهزة دي اتسرقت من المخزن بتاعك، وأنت اللي سرقتها. احترم نفسك، في خط ما تعديهوش. وفي الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، جعفر اتهم مي كساب بسرقة تليفون ضرتها الفنانة زينة واللي بتجسد دور زوجته الرابعة. وهنا جعفر قال لمي كساب: يا ليفا انت قلت لي تليفوني بكاميرتين، جبت لك بتلاتة. لا يا اخويا، جبت لي تليفون باربعة. كان تمر في البعيدة، كنت قدرتي بتصغرينا ليه قدام الناس يا بنت؟ اله انت صف نظري يا جعفر، ما خدت حاجة. لكنه اتضح بعد كده إن منة فضالي هي اللي سرقته علشان تعمل عمل لزينة. وفي نفس الحلقة حصلت مشاجرة بين جعفر وكارم فتح الله بسبب اعتدائه على زوجته، وهنا قرر جعفر يضربه، إلا إن زوجته الفنانة إيمان العاصي طلبت منه ما يقتلوش. خليك فاكر إن اللي حمتك يا كارم حرمة، اللي رحمك من إنك تجاور يوسف أخوك في تربته حرمة، مع انها من دمك، بس ارجل منك. عارف ارجل منك ليه؟ عشان معاشره جعفر العمده حرمه، عشان انت من دمها استحرمت اهانتك، وانت استحلت اهانتها قدام اهل المنطقه. وفي الحلقه الرابعه من مسلسل حضنه العمده بطوله الفنانه روبي، بدات الحلقه بحضور روبي حفل زفاف في بلدها تل شبوره، واللي تم تنصيبها فيها في منصب العمدة بعد ما رشحها أحمد رزق للمنصب تحت مظلة تمكين المرأة. راحت روبي الفرح مع عائلتها، وتفاجئت لما وصلت إن العروسة لسه طفلة ما كملتش 18 سنة. وهنا قال لها إدوارد إن الشاب برضه عنده 18 سنة وشهرين من عمره. إحنا بنحب نمشي قانوني، الواد 18 وشهرين والبيت 18 ويومين. 18 ايه؟ دول 14 وكرمها كمان في سنه. يا دكتوره صفيه، احنا جايين نبارك مش جايين نسنن. العبث ده يا جلال. هو عبث طبعا، بس اتفضلي حضرتك، اتفضلي. الف مبروك، الف مبروك. اتفضلوا. كمان الحلقه الرابعه من مسلسل علاقه مشروعه للنجم ياسر جلال، شهدت وعد السائق الشخصي لياسر جلال إنه هيحفظ له سره ومش هيجيب سيرة لأي شخص بعلاقته مع مي عمر، وده بعد ما شافهم في البيت. وأكد له إنه ولي نعمته وله أفضل كتير عليه وعلى أبوه. أنا عارف إن جواك مليون سؤال من امبارح عمري بيه، أنا عمري ما أكل ولا هقول اللي أنا شفته ده لحد. وبعدين جنابك حر في حياتك، انت ولي نعمتي ومربيني ولحمي اكتفي من خيرك. عمري بيه انا مفيش حاجه حصلت لي في حياتي الا ما جنابك كنت في ظهري فيها. ده انا عظم ابويا في تربه عيله جنابك. انا لو فضلت عمري كله عمري ما هوفي جمالك ولا افضلك عليك. بس انا كل اللي يهمني من اللي انت قلته ده ان انا اللي مربيك. بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مذكرات زوج باستعداد دكتور يوسف عمر الشناوي لمغامراته النسائية من جديد. ده غير إن رؤوف راح لبيت والدته وحكى لها عن اللي حصل معاه ومع زوجته شيرين، وقال لها إنه خلاص مش قادر يعيش معاها بالطريقة دي. عامة يعني وفا سريرك جاهز جوه، أنا محضره لك. وفي إيه في السرير يتحضر؟ زي بالظبط أحضر لك الحمام، بطل أوفر. يلا يا حبيبي، خش ناموا كده بقى والصباح رباح. وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو بتحذير من طه القماش للخواجة في إنه ما يتعرضش لرجالته. وبعدها دخل علوان الكباري وسأله على اللي حصل، وهنا رد عليه طه وقال له مفيش حاجة،
وفي مشهد تاني وصل طه القماش بيته، وهناك بلغوا حارس العقارة بأن في عصابة دخلت شقته وكسروها. الناس دي عايزة تجري لعركة كبيرة، والغشامة مش هتجيب نتيجة. طب واحنا نستنى ليه؟ مش الواد حمدان قال لك المخزن مليان بضاعة؟ خلاص احنا نروح ناخد القماش بتاعكم وبتاعه. عوض حويته أكيد مخبي القماش في حتة تانية. وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة بطولة النجمة ريهام حجاجة العديد من الأحداث المهمة. طارق عنف زوجته داليا على اللي عملته مع جميلة واتهمها بالجنون، وأكد لها إنه هيتجوز من شهيرة. ما تتحدنيش يا داليا. أنت اللي بتتحدى نفسك وبتتحدى الزمن. يا راجل روح جوز أحفادك ولا جوز بنتك اللي فاضلة، بدل ما تروح تتجوز ذات السبعين ربيعاً. وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سر البدع ظهور الفنان عمرو عبد الجليل وميسيو فريدريك الرجل الفرنسي اللي جه مخصوص لمصر علشان الآثار والخطابات اللي اتدفنت في مقام السلطان حامد. مشهد مهم جدا اتذكر فيه أبو العزم في مهنة ديليفري، وراح لبيت دكتور مسعود العمروسي وطلب منه إعادة الحفر في المقام، وفعلا راح أبو العزم ومعاه رجالته للمقام وحفروا لحد ما لقوا جراب جلد زي الجراب اللي لقاه حامد واللي بيجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي. مش يمكن لو كنت حفرت زيادة شوية كنت لقيت الحاجة اللي مندور عليها؟ لاني فحرت أكتر من المقام اللي قبل منه وغربلت كل التراب اللي طالع، وأول ما قلت البتاعة دي قلت خلاص على إيه، بس ما لقيتش حاجة. شكلهم جوابين مش جواب واحد، أنا هاخدهم ورممهم وأشوف مكتوب فيهم إيه، يمكن يكون فيهم حاجة تدلنا على المكان. أهلا بكم، التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ما يحظى به ملف الصحة من أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة تطوير منظومة الصحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة. تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 من يناير 2024. وأوضح بيان مجلس أمناء الحوار الوطني عقب اجتماعه أن الاقتراح ينص على إدخال تعديل بالمادة 34 بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تحدد المادة 34 مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 من يناير 2014 والتي تنتهي في 17 من يناير 2024. وأضاف بيان المجلس الإعلاني عن اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد. رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات. وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني. وأضافت التنسيقية أن تلك المقترحات تتضمن قوانين الأحزاب السياسية وتنظيم العمل الأهلي ومفوضية مكافحة التمييز والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب عقب تظاهرة لآلاف الإسرائيليين احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يواف جالانت بعد تصريحات له طالب فيها بوقف خطة بشأن تعديل النظام القضائي. وأغلق المتظاهرون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وأشعلوا النار في وسطه،
وفي القدس المحتلة استخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه لإبعاد المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو. يأتي هذا في الوقت الذي اتهم زعيم المعارضة يائر لابيد وبيني غانتس في بيان مشترك نتنياهو بتجاوز الخط الأحمر، وطالبا بالعدول عن قرار الإقالة وإصلاح النظام القضائي. اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز مع أعضاء الائتلاف الحكومي لتجاوز الخلافات بينهم. ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتز على قضايا المناخ وتمويل الجيش وميزانية 2024 بأكملها وميزانية السنوات المقبلة. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه إضراب عمال النقل في معظم مناطق ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور، مما سيؤدي إلى شلل وسائل النقل يوما كاملا. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصير المدى، وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي. يأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام على استكمال سول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في 5 سنوات. ورياضيا، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم بملاوي استعدادا لمباراة ملاوي المقرر لها الساعة 3 غدا ضمن الجولة 4 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية. وفاز المنتخب الوطني على نظيره ملاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على استاد الدفاع الجوي بالجولة 3 من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بالتأكيد فن الإنشاد الديني هو فن مصري مهم وفن مصري مؤثر من المحيط للخليج، علشان كده طبيعي أن يكون عندنا أصوات مميزة جدا في هذا الفن العظيم، فن الإنشاد الديني حقيقي. وإحنا النهاردة زميلنا أحمد الحسيني بيقدم لنا فقرة مميزة جدا من مدرسة تعليم الإنشاد الديني اللي خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب. ويمكن المفاجأة النهاردة أن ضيفتنا وضيفة الفقرة هي منشدة وهي منار أحمد. خلونا نشوف منار في التقرير اللي جاي. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا. الجميل في مدرسة الإنشاد الديني إنها بتجمع أعمار سنية مختلفة، تجمع مجموعة من الفتيات والشباب منهم صغار السن ومنهم في متوسط العمر. النهاردة معانا موهبة شابة جديدة هي المنشدة الشابة منار أحمد، وهي عندها 22 سنة من محافظة الجيزة. أهلا بيكي يا منار وكل سنة طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك. قولي لي أنت بقالك قد إيه في مجال الإنشاد؟ أنا بنشد من وأنا تالتة ابتدائي في إذاعة المدرسة، وكنت في بحضر حفلات عندنا في البدرشين كده، وبعد كده بقى عرفت مدرسة الإنشاد وحبيت إن أنا أقدم فيها وأتعلم التراث الإنشاد الديني. مين أول شخص اكتشف إن أنت صوتك حلو وينفع في مجال الإنشاد؟ هو في المدرسة بين أصحابي
كنت اساسا اكتشفت صوتي في ست الحبايب، وبعد كده بقى يعني ابتديت ان انا دايما اقدم انشاد ديني. وحبيت طب ليه دخلتي في مجال الانشاد رغم ان صوتك حلو كان ممكن يعني تغني في حاجات تانية، ليه اخترتي مجال الانشاد بالتحديد؟ هو انا كنت بقول انشاد وكنت بحب ان انا اسمع طرب، يعني عبد الحليم وام كلثوم، فما كنتش بسمع اغاني، انا كنت بسمع طرب وانشاد ديني. طب ازاي بقى دخلتي مدرسه الانشاد او دخلتيها من امتى؟ انا بقالي سنه في مدرسه الانشاد بتعلم المقامات الصوتيه ودخلتها من سنه. شايفه المدرسه اضافت لك ايه من علم واجتهاد في مجال الانشاد الديني؟ لا استفدت طبعا، انا كنت زي ما حضرتك زي ما بقول لحضرتك كنت بنشد، بس انا ما كنتش بعرف طبقات، كنتش بعرف مقامات صوتيه، كنتش بعرف اوظف صوتي فين. فطبعا ده مدرسه الانشاد اضافت ليا ده، فبجد كان من احلى الحاجات ان انا ادخل المدرسه. وطبعا الشيخ محمود ياسين استفدت منه كتير، وبحضور طبعا الشيخ طه الاسكندراني، فلا هي اضافت ليا كتير. طيب ازاي قدرتي توظفي صوتك من خلال المدرسه، او ليه اتعلمتيه من المدرسه فعلا قدرتي ان انت توظفي صوتك في مجال الانشاد الديني ومجال المقامات كمان؟ طبعا السمع الكتير للابتهالات والموشحات ده خلاني مع الاستمراريه، وان الواحد بيتطور مع الوقت. وطبعا في مدرسه الانشاد هم بيعلمونا كل حاجه، والسولفيج طبعا على ايد الدكتور محمد العجيمي والدكتور عثمان، يعني هم اضافوا لينا برده حاجات كتير جدا، وهم جايين كمان من مدرسه من الموسيقى العربيه. فمدرسه الانشاد الديني كان فيها مميزات كتير قوي. طب اختاري مقام وسمعينا حاجه من الاناشيد وقولي لنا ازاي قدرتي توظفي صوتك فيه. مقام النهواند بحبه جدا مع ابتهال امدح المكمل. طب نسمع عليه. امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول صاح سر مجدا نحو ما شاء الله عليك، يعني رائع جدا صوتك كمان، وقدرت ان انت توظفي صوتك بشكل مناسب. طيب قولي لنا انت شايفه مين قدوتك من المنشدات او المبتهلات او حتى منشدين ومبتهلين؟ انا بحب نصر الدين طبار، بحب جدا النقشبندي، طبعا ما فيش زي حنجره الشيخ النقشبندي، فبحب اسمع له جدا جدا الابتهالات والموشحات. شايفه مستقبلك ازاي في مجال الانشاد الديني، او ايه هي طموحك؟ والله بتمنى ان الجيل اللي احنا يكون فيه ان هم ما ينسوش جدا التراث، طبعا الانشاد الديني وحاجات احنا المفروض ان هي بتعلمنا قيم واخلاق، وان هي تفضل مستمره على مدار السنين. نشكرك شكرا جزيلا منار احمد وكسام الطيبه. شكرا منار حضرتك. كانت موهبه حديثه التخرج من مدرسه الانشاد الديني، وان شاء الله يكون ليها مستقبل باهر وكبير في هذا المجال، مجال الإنشاد الديني. انتظرونا وموهبة جديدة من مواهب مدرسة الإنشاد، ودمتم في رعاية الله وأمنه. بتغيب علينا وبتجرنا وبنستناك، بتغيب علينا وبتجرنا وبنستناك، وفي السنة بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. أهلا رمضان جانا قولوا معنا، أهلا رمضان جانا، أهلا رمضان
يعني لسه مكملين مع حضراتكم سؤال حلقتنا النهارده، ايه اكتر صفه تحب تكتسبها من شهر رمضان المبارك؟ وخلونا نستعرض بعض من اجابات حضراتكم. ونبتدي باستاذ حماده البهنساوي اللي بيقول الصلاه ثم الصلاه. يعني الصلاه من اهم الحاجات اللي لازم نستمر بيها، وفعلا لو لسه يعني هتبتدي المواظبه عليها كمل بعد رمضان، ربنا يعينك يا رب. استاذ كحلاوي فتحي توب فان على صفحتنا بيقول الصفه الايجابيه اللي حابه تستمر معايا بعد رمضان هي ترك التدخين. ترك التدخين بيقول الله. ترك التدخين في رمضان، في كل رمضان مستحيل ادخن، ودعواتكم ان نستمر بعد رمضان يا رب يعفو عنك ويبعدك عنها، ويبقى رمضان 23 يعني افضل رمضان عدى عليك. مهم جدا الصفه دي يعني طبعا انك تبطلها، ويا ربنا يعينك يا رب. استاذ يحيى ابو العلا بيقول صباح الخير من الاسكندريه بلد السحر والجمال، صباح الفل عليك وعلى كل الاسكندرانيه اللي بيتابعونا. اهم حاجه صلاه الفجر والصيام والبركه، ورمضان في مصر حاجه تانية. رمضان في مصر فعلا حاجه تانية. ممكن صلاه الفجر برضو من الحاجات الصعبه ان الواحد يواظب عليها. صحيح. الا طبعا الناس بتصحى بدري زي حالتنا. ربنا فعلا يعينك، ودي من الحاجات الجميله لو عرفت تواظب عليها وتبتدي يومك من بدري وتنهيه كده بعد صلاه العشاء، والله احلى. صحيح. سيناريو ممكن توصل ليه في حياتك. بركه امتي في بكورها. عندنا الاستاذ محمد عوض بيقول الصبر على البشر. والله عندك صفة صعبة برضو. صفة مش سهلة. عندك حق. أستاذ رامي محمد بيقول صفة حسن الاستماع والمشاهدة الممتعة لإعلانات البلات. أوكي. صفة طب ماشي، هو اتكلم عن صفة حسن الاستماع في الأول، ممكن دي برضو مش صفة سهلة، في ناس ما بتعرفش تسمع بتتكلم بس. طب دي حاجة حلوة. على أي حال إحنا مستنين إجاباتكم، إيه الصفة اللي تحب تستمر معاك وتعلمتها في شهر رمضان؟ بالتأكيد الصيام يهذب النفس، الصيام بيخلق أشياء جديدة في النفس البشرية. إيه بقى الصفة اللي اتزرعت فيك أو حاسسها إنها دخلت عليك أو غيرت من شخصيتك خلال ساعات الصيام وتحب إنها تستمر بعد رمضان؟ ده السؤال اللي موجود على فيسبوك، منتظرين إجابات حضراتكم. خلينا نروح دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. واحنا في اليوم الخامس من الشهر الكريم كتير مننا بدأ ان هو يدور على الميزان، يشوف وزنه زاد كم كيلو. اكيد العزومات اللي بدأت في بداية الشهر الكريم الاهل والاصحاب والاصدقاء كان فيها حتة كنافة، كان فيها حتة بسبوسة، ولا ايه يا استاذه بصراحه؟ حقيقي بقى، واللي يقول لك هات كنافه بالمانجا ونجرب كنافه باللوتس، وفي السنه دي اكيد اختراع جديد. كل سنه وما يضرش وناخد الحته دي من هنا، وطبعا مع اختلاف العزايم وكل يوم مع اختلاف الناس ده بيفتح النفس غصب عننا. برغم ما على فكره يعني ان شهر الصوم بيعتبر فرصه عظيمه ان احنا ممكن نستفيد منها نوصل منها الوزن كويس، لاننا للاسف ساعات كثيره جدا بنزيد في الوزن. سبب ده ايه؟ وليه الاخطاء دي بنقع فيها دايما في الشهر الكريم؟ ده اللي هنعرفه من الدكتورة اللي منورانا مروة نوح استشاري التغذية العلاجية. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح الفل، كل سنة وانت طيبة ومنورانا. ألف خير، تبقى ألف خير. نعمل إيه؟ الحكاية عندنا في رمضان حاجة من الاتنين بتحصل، يا الناس بتزيد في الوزن قوي عن طبيعتها، يا الناس بتخس قوي ما بتاكلش خالص. تمام. ليه ما بناخدش بفوائد الصيام؟ يعني احنا كلنا والدراسات كلها بتقول فوائد الصيام فوائد الصيام. يمكن كان زمان الناس بتستغرب المسلمين بيصوموا وازاي ما بياكلوش ويشربوا، بعدين له لقوا له فوائد كتيره قوي. ولو سمعنا الفتره الاخيره عن الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع، وده متاخد من الصيام بتاعنا، وهو الصيام المتقطع هو مش رجيم، هو نظام صحي. بس يمكن في 21 كان اكتر نظام دايت اتبع في سنه الكورونا دي والناس خست بيه. طب ليه احنا ما بنخسش في رمضان؟ عشان العادات. الصيام الحقيقي بقى، الصيام الحقيقي بقى اللي هو صيام بجد، يعني اللي هو ما ينفعش ناكل ولا نشرب خالص. طبعا عادات سيئه. عندنا اربع حاجات في رمضان انا تملي بسميهم كده بحفظهم للناس، موجودين على سفره رمضان مش موجودين على سفره بقيه السنه. سكر كتير، العصاير، سمبوسك. السمبوسك. وكمان على فكره الشربات،
لان الشوربه بمفهومنا الطبيعي زمان اللي هي شوربه لسان عصفور بمعلقه زيت ولا معلقه سمنه عليها شوربه فراخ طبيعيه او لحمه طبيعيه، دلوقتي بقت شوربه كريمه وعليها جبنه فبقت شوربه عاليه جدا في السعرات رغم ان هي بالنسبه لنا مسماها شوربه بس جواها ايه. رابع حاجه الحلويات، الاربع حاجات دول موجودين كل يوم على سفره رمضان مش موجودين بقيه السنه. العصاير، العصاير، السمبوسك، الشوربه، الحلويات. مش كده بتروح عزومه او حتى في بيتنا بيبقاش فيه الاربع حاجات دي كده اساسيات قواعد. دول زيادات على المائده، زيادات عن بقى ملذ وطب كمان. يعني ما بنعملش ايه مثلا ملوخيه وفراخ ورز العادي، لازم ملوخيه وفراخ ورز ورقاق ومحشي يعني لازم نعمل خمس ست صناف. يعني حتى اولادنا في البيت اتعودوا لو في رمضان في الوجبه العاديه اللي في غير رمضان يقول لك ايه ده فين الفطار. انا لما كنت في بيت مامتي كانت لما تبقى عامله مثلا يعني ثلاث اصناف بس وبس ثلاث اصناف فين بس الباقي. دلوقتي اتربيت يعني اتعلمت الادب مفيش الكلام ده. فلازم لازم زي ما حضرتك قلت بنفرح اول كام يوم وعزومات وبتبقى وحشنا نلم نفسنا بعد كده، نلم بقى نفسنا لان من فوائد الصيام انه بيقلل مستوى السكر فبيظبط السكر، بيساعد الناس اللي عندها سكر حتى انها تتحسن، بيقلل مستوى الدهنيات في الدم، فهو له فوائد كتيره جدا. احنا بنطلع بقى من رمضان لو ما لو خدنا الاربع حاجات دول مع الاكل مع العادات دي، السكر اللي ما عندوش سكر هيجي له سكر، واللي ما عندوش ارتفاع في الدهنيات هيجي له ارتفاع في الدهنيات، وهنعرض نفسنا لامراض كتير المفروض ان الصيام بيحلها مش العكس. فلازم نركز او نستوعب بناكل ايه وازاي خلال بقيه الشهر. يعني خلينا نقول ان احنا قسمناه اربع اسابيع، يعني اربع ارباع، اول ربع خلاص اتدلعنا وكلنا واتبسطنا وجربنا الكنافه اللي بالمانجا واللي باللوتس وكل حاجه، نبتدي نظبط جدا بقى من تاني اسبوع. يمكن ده فعلا اللي انت كنت بتقوله لي قبل ما نرجع من الفاصل، انه لو بتلخبط اول اسبوع خلاص اقفل بقى على كده وابتدي لانه في صيف جاي وكلنا صح كده. عندنا ثلاث اسابيع نظبط قبل برضو لحظه ان احنا داخلين على عيد كحك وبيتي فور وغريبه، بعديها هنخش على الصيف اللي هو احنا المواسم، احنا كل ما يقول لك المواسم على طول خلصنا الصيف، لازم كل الناس تبقى مهتمه قوي شكلها في الصيف عشان المصايف، عشان كده خلص الصيف هنخش على موسم فهنفضل داخلين مش هنلاقي وقت نخس فيه. صحيح. فمهم قوي ناخد بالنا الثلاث اسابيع دول بالزبط. شويه تبس بسيطه قوي قوي ممكن نتبعها ونطلع من رمضان خاسين او مستفيدين بفوائد الصيف. خلينا زود على الاربعه دول المحاشي، طبق المحشي اللي بقى موجود على المائده الرمضانيه مفروض كام صباع محشي؟ وليه المحشي اصلا بيتخن رغم ان هو لان صح. رز وشويه شبت وبقدونس وشويه خضار يعني. طب انا يعني بس انت عارف انا بطبخ اكل صحي، اكل صحي بمعنى انه بيديني فوائد من غير سعرات كتير. كل مره اعمل المحشي ده عشان الكونسبت الغلط ده، المحشي ليه بيتخن؟ المحشي عباره عن رز وخضار زي ما كنت، ورز مسلوق ممكن يبقى كمان بالظبط، لان انا بعمله من غير دهنيات هو اللي بيتخن او بيعلي سعرات اي وجبه، حاجتين يا يعني نشويات كتير يا دهون كتير. دول اللي بيعلي سعرات اي وجبه. تمام. عشان كده الحلويات نشوياتها كتير، السكر والدقيق وكده ودهونها كتير. لو انا عملت المحشي حطيت حبه نشويات قليله اللي هي الرز وكترت من الخضر اللي هي الشبت والبقدونس والبصل والطماطم والخضره اللي بنحطها، وهحشيها في خضار اللي هو كرنب، كرنب، كوسه، بتنجان، ورق عنب، كل ده خضروات، وسقيتها بس بشوربه منزوعه الدسم او دسمها معقول، فين المشكله؟ هتبقى بنفس الطعم؟ هتبقى جدا. انا بقول لك بعمله على الهوا والمذيعين بيدوقوه بيبقى ما حدش بيصدق لانه محطوط له توابل لذيذه، محطوط له شوربه لذيذه، بيطلع بنفس الطعم، مغذي جدا، سعرات قليله، اكنك اكلت طبق سلطه عليه حبه رز قد كده بالظبط. يعني زي ما انت بتعمل رجيم تقول لك ايه هاخد رز قبل كده وعليه فاصوليا خضراء كتير، هو نفس الفكره بالظبط. ففكره المحشي اللي احنا بنعمله سمنه وزيت جوه في الخلطه كتير وسمنه وزيت واحنا بنسويه كتير وبتاكل منه كتير لان يعني الكميه بتفرق، ما عنديش مشكله يبقى المحشي العادي بتاعنا اللي احنا بنطبخه حتى بدهون كتير ونقنن الكميه. احنا ده اللي هنقوله بقى ازاي نخس، حاجه من الاثنين، يا اما هخفف سعرات الوجبه واكل كتير اكتر، يا اما هاكل من الاكل اللي سعراته كتير اقل. تمام. ففي الحالتين عملنا توازن او خدنا نفس السعرات. يعني لو قلنا انا محتاجه من الطبق ده 500 سعر ممكن اخده من طبق قد كده سعراته اقل، او طبق قد كده نفس السعرات فيديني نفس النتيجه. ببساطه كده للناس عشان تاكل من كل حاجه من غير ما نشغل بالها ان انا عامل رجيم، نقول تيبس كده نمشي عليها بحيث ان احنا ممكن ننزل في الوزن. مبدئيا المايه مهمه جدا جدا جدا، بتتنسي قوي في رمضان مع ان احنا بناخد حاجات محمره كتير وسكريات كتير، محتاجه اصلا ميه كمان
علشان حتى الجسم يتخلص منها. افضل وقت ليها الميه بتتقسم من الفطار للسحور. قبل الفطار طبعا لازم ميه. بنبتدي بس عشان نملى معدتنا شويه فناكل كميات اقل، بالذات في العزومات كوبايتين ميه قبل الوجبات اللي هم الرئيسيه، وغير كده كوبايه ميه كل ساعه من الفطار للسحور مهمه جدا. لازم نركز فيها. تاني حاجه هنملى طبقنا من كل العناصر اللي موجوده، يعني مش كله ايه رقاق وورق عنب ومحشي وشعريه، ومش لازم كله يبقى نشويات. اخد بروتين تلت وتلت وتلت ببساطه. هناخد تلت بروتين، تلت خضار او سلطه او اي خضروات، وتلت من النشويات. تلت النشويات ده هنحط فيه السمبوسك وحته الرقاق والورق العنب والمحشي، فمش لازم الطبق كله يبقى مليء يعني متكدس، يعني أيوه. متكدس بالسعرات الحراريه العاليه. فكده فدنا جسمنا بان احنا خدنا كل السعرات، كل الفوائد الغذائيه اللي جسمي محتاجها، فيتامينات ومعادن وبروتين ونشويات تديني طاقه ما عنديش مشكله، وفي نفس الوقت عملنا توازن. فهنحط مل نفسنا فيه بتوازن في طبق واحد مش هنملاه تاني. طيب دكتور مروه، ده بالنسبه للفطار، وخلينا نتكلم يمكن عن السحور، ان احنا كمان بيبقى اللي هو ايه احنا صايمين بكره، فيلا بقى ناكل على قد ما نقدر، حتى لو جبنا بس يعني بنزود منها. صح. خايفين نجوع اولا. بالظبط بقى، بنبقى خايفين نجوع اولا. صح ولا غلط ان احنا نقدم الفطار ولا ناخره؟ يعني نعمل ايه في ده؟ وايه الحاجات الصح اللي انا اتسحر بيها تخليني شبعانه لغايه بكره، لغايه الفطار، من غير ما ابقى بدخل كالوريز كتيره قوي الجسم؟ حلو قوي. اول حاجه الصح ان انا كل ما اخر السحور بيبقى احسن، عشان يمدني بطاقه تاني يوم، يعني عشان الايفكت بتاعه يفضل موجود تاني يوم، خصوصا المغرب على 6:30، بالذات الناس اللي بتعمل مجهود بدني او ذهني كتير، فدي مهمه قوي. تاني حاجه احنا محتاجين في السحور حاجه تمدنا بالطاقه مده طويله، فدي ما بتجيش من الاكل اللي احنا اللي هو الحاجات البيضه، يعني زي مثلا العيش الابيض، العيش الفينو، المخبوزات، كل الحاجات دي هتديني طاقه مؤقته وبعدين حاجه. فاحنا محتاجين حاجات فيها الياف تمدنا بالطاقه، امتصاصها يبقى اقل، فتمد الجسم بالسكر او جلوكوز مده اطول، فبالتالي تخليني عندي طاقه مده اطول. تملي هنلاحظ ان احنا اكتر فتره بنبقى مش قادرين فيها الفتره اللي قبل قبل الاذان. الطاقه خلصت، الجلوكوز اللي في الدم اللي بيدينا طاقه ذهنيه او للبدنيه خلص. فتملي بنحتاج حاجات ما فيهاش تحمير خالص، لان الحاجات المحمره بتعطش، ما فيهاش ملح كتير، حتى لو جبنه ما تبقاش جبنه حادقه، ما ناكلش مخلل بالليل، ملح خفيف. ما فيهاش حاجات سكريه كتير، لان السكر بالليل بيعطش، ما ينفعش اكل كنافه على السحور، قطايف على السحور، الحاجات دي هتعطش جدا تاني يوم. فمحتاجه اكل حاجات ترطب عليا وتديني طاقه، الياف زي الشوفان، زي العيش البلدي، زي الفول، زي الحمص، زي العدس الاسود، زي العدس الاصفر، كل البقوليات بتدينا نشويات بالياف تمتد معانا مده اطول. بيض مسلوق مش مقلي، لسه هقول بالظبط. البروتين مهم قوي، اما بنحطه مع النشويات بيشبع مده اطول. فما اكل ساندوتش بيض او ساندوتش فول اللي فيه نشويات وبروتين نباتي هشبع مده اطول ما اكل ساندوتش جبنه بس. وتملي بنقول ان احنا نحط خضروات في السحور، جرجير، خيار، طماطم، كل الحاجات دي، خس، كل الحاجات دي مهمه جدا على السحور. اللي مش بيقدر يتسحر وجبه زي ما بنقول تقيله بيض وعيش وفول، على الاقل ياخد زبادي او زبادي وفاكهه. تملي بننصح بالموز، الموز مليان بوتاسيوم وبيدينا طاقه، فيه كميه نشويات مش وحشه، يمدنا بطاقه والبوتاسيوم بيمنع العطش مع الزبادي، فدي بتبقى وجبه هايله جدا. قدرنا نحط عليها شوفان هتمدنا بطاقه مده اطول. فكل ما ناخد حاجات اليافها عاليه، بروتينها عالي، دهونها اقل وسكرها اقل، كده هنمنع نفسنا ان احنا نعطش، وفي نفس الوقت هتمدنا بطاقه مده اطول. الحديث عن السكر مهم جدا. الواحد بعد الفطار بيبقى محتاج طاقه، وانا مش عايز اتخن، طب اعمل ايه؟ طيب السكر بتتكلم كسكر ولا كحلويات؟ لا كطاقه، حاجه تمد الانسان. ليه الانسان بيلجا لكوبايه العصير او بيلجا للتمر؟ علشان بيبقى يعني هبطان. حاسس انه هبطان وعايز ياخد باور او ياخد طاقه، فبيلجا للسكر. انا بحب طعمه بس ما بفكرش بيوند ايه اللي بيحصل. لا هو من اكتر العادات الوحشه والمضره لصحتنا اللي بنعملها في رمضان هو شرب العصير بعد فتره الصيام. من اكتر العادات اللي بتضر. شك بياخدوا المعده، شك بياخدوا المعده فعلا، كميه سكر فظيعه، تطلع كميه انسولين فظيعه، بتخلينا نخزن اكتر واسرع، بتخليك تاكل اكتر طبعا. فشرب العصير على العاده دي، شربها على بعد زي ما بتقول بتاخد الجسم من اكستريم لاكستريم، بتدي شك، في حاجه اسمها انسولين شوك، بتدي شوك للبنكرياس، تطلع كميه انسولين كبيره جدا،
الانسولين بيساعد على تخزين الدهون وتخزين الاكل اكتر، خلاص؟ فدي عاده غلط. الطاقه ناخدها بايه؟ تمر ومي. التمر مليان فيتامينات، مليان معادن، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، حديد، في حاجات كتيره جدا. نشربه مع ميه نعوض الميه اللي احنا فقدناها، في نفس الوقت ندي الجسم الطاقه بتاعته. انا عايزه اقول لك يا دكتور انا بتسحر بيه، يعني جميل بتسحر جدا بالتمر. جدا ممكن بقى مع الزبادي مع كوبايه لبن، ده سحور خطير. وبعدين ناخد الطاقه من الاكل نفسه، وانا لو كلت حته سمبوسك ولا حته مكرونه ولا رز وملوخيه، الحاجات دي بتديني طاقه، ما دي نشويات. انت احساسك ان احنا عايزين حاجه مسكره تدينا، ترفع السكر في الدم بسرعه، ده اللي حضرتك بتقول عليه، عشان تحسسنا ان احنا فوقنا، دي يحصل بالتمر والمي، مش بكوبايه العصير اللي مليانه كميه سكر ابيض كبيره جدا. وبعد الفطار حكايه ما بنفطر واحنا عايزين ناكل حاجه حلوه، هي دي عاده، مش محتاجين طاقه ولا حاجه، لان احنا عاده لسه انا وبسام كنا بنتكلم بنفطر كويس وسفره رمضان عامره، فاحنا بناخد طاقه كويس. حكايه حته الكنافه وحته البسبوسه، مش ان انا مش قادر، طب ما انا اكلت فطرت على تمر او عصير او وات، هي دي مجرد عاده في رمضان. يعني احنا هتلاقينا ما بناكلش بسبوسه كتير في غير رمضان، حتى على الفطار الصبح ما احنا ممكن لو ما كنتش اتعشيت، لا مش موجوده على مواعيدنا يعني، بس كده. فالعصير من اوحش العادات اللي ممكن ناخدها، الميه في مناسبه في بتاع، لكن مش موجوده بالظبط كده، لان فبنقول دي عادات. انا ابتديت كلامي ان دي عادات، يعني احنا اللي عملناها، هي مش موجوده في الصيام اصلا. يعني حتى لو جبنا السنه كان تمر ولبن او تمر وميه، وبنريح معدتنا خالص ونقوم نصلي وبعدين ناكل، بعد نبتدي بعدها يعني بعد ساعه ساعتين اما هيأت معدتك للاكل للاكله الرئيسيه، احنا بنخش على الاكله الرئيسيه ونقوم بعد كده نصلي ونحلي وناكل تاني في السحور. فالقصص دي مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها. طيب بعض الناس عندهم اعتقاد ان هم لو ما تسحروش، ده بالنسبه للناس اللي بتعمل بقى دايت قاسي في رمضان، انه لو هم ما تسحروش كده هيفقدوا وزن، هل ده صحي ولا لا؟ والرياضه قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ طيب لا يعني تسحروا فان في السحور بركه، فالسحور حتى لو خفيف مهم جدا. ما بنحبش ندخل الجسم في حاجه اسمها ستارفيشن مود، بان احنا ناكل وجبه واحده، حتى دي بنقولها في غير رمضان. الجسم بيقلل من حرقه لانه بيخش له الاكل وجبه واحده بس في اليوم، فده مش صح قوي انها تشيل السحور. ممكن ناكل سحور خفيف، طبق سلطه، طبق شوربه خفيف، زبادي بس، ده ما فيش فيه مشكله خالص. السؤال الثاني ايه؟ الرياضه احسن في بعض الناس بتروح قبل الفطار، بيبقى انا بالنسبه لي جربتها كذا مره، كان حاجه مميته من التعب. ما هي دي بقى لسه بنقول اكوردنج لحالتي الصحيه عامله ازاي. انا بقدر ولا لا؟ لازم قبل الفطار على طول، ويبقى مايلد تو مودريت، يعني حاجه بسيطه، مشي جري، وبتبقى حاجه كارديو، دي بتحرق طبعا دهون اكتر. لم اللي بيقدر يعملها قبل الفطار، ودي ممنوعه طبعا لناس كتيره لو عندها امراض مزمنه، لو عندها سكر، لو عندها اي حاجه من الامراض دي، ممنوع تماما انها تعملها قبل الفطار. الناس اللي صحتها طبيعيه بنعمل مايلد تو مودريت، ما بنعملش حاجه جامده، ما بنعملش حاجه فيها حديد او حاجات اللي هي بناء العضلات، بنعمل حاجه الكارديو زي المشي زي الجري المعتدل، علشان ما يحصلش هبوط في السكر جامد او نفقد ميه كتير فممكن اتعب. غير كده بتمرن بعد الفطار الوجبه الرئيسيه بساعتين ثلاثه، عشان يبقى الدم راح للمعده والهضم حصل، فبرضه ما تعبش، او في الفتره اللي قبل السحور مفيش فيها مشكله خالص. على اي حال احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من عادات وتقاليد للاسف الشديد ما لهاش اي علاقه بالصيام. فلسفه الصيام بتقوم بشكل رئيسي على انك تبتعد عن كل الوان الملذات، انك تعرف ان انت لازم تزهد في الدنيا. احنا بنعمل عكس ده تماما، والطب نفسه بياكد الكلام ده، واحنا النصايح اللي قالتها لنا الدكتوره مروه ربما اكدت على عمق الرسالة السماوية الخاصة بالصيام، واللي احنا للأسف الشديد بنبتعد عنها، سواء بسكر كتير، سواء بسمبوسك، سواء بسبوسة، سواء بحاجات يعني دخلت على مائدتنا الرمضانية وملهاش أي علاقة بالقصة بتاعة الصيام. على أي حال بنشكر الدكتورة مروة نوح استشاري التغذية العلاجية، قدمت لنا مجموعة من النصائح المهمة جدا اللي كلنا كنا محتاجينها قبل ما يعني ايه نخش في شهر رمضان وتبتدي فيه ايه المواضيع. وانا هعمل دايت قبل ما اشوفك الحلقه اللي هتبقي معانا فيها تاني، عشان ان شاء الله ونشوف بقى اخر ثلاث اسابيع حصل ايه. نشوف بعدها. نشكرك يا دكتور مروه على وجودك معانا، وكل سنه وانت طيبه. تبقى الف خير. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير.